السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما. منظرنا النهاردة من أجمل المناظر اللي ممكن تترسم، البحر والصخور الطبيعية اللي عاملة زي الكهف. بنحضر ألواننا، بنحط الألوان الأساسية الأصفر والأحمر والأزرق ومعهم الأبيض طبعا. بنحط الزيت زي ما انتوا شايفين، الزيت المغلي، بناخد من اللون ونخلط بالزيت ونحشي ألواننا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نشتغل على طول لأن دي صخور فيها تفاصيل كتير، هنعملها على طول بالفرشة إن شاء الله المرة دي. دي الأماكن اللي باينة من بين الصخور، الأماكن اللي باينة من السماء. بسرعة بندي لون السماء، سماء خفيفة ما فيهاش تفاصيل، وحددنا خط الأفق تقريبا، ظهرت المنطقة اللي هيكون فيها الايه الكهف او الجدران بتاعت الكهف اللي من خلاله خدنا الصورة بتاعتنا واللقطة بتاعتنا. البحر من بعيد واللون الأزرق اللي مدي الموف والرصاصي تقريبا، واحنا جايين هنضرب ألواننا المظلل مظلل والفاتح فاتح واللي واخد اللون الخضار، كل حتة تاخد لونها زي ما انا شغل من صورة طبعا طبيعية. نظهر السما شوية، نخليها منورة من الوسط شوية باللون السماوي بتاعها الفاتح، وندمج اللون هكذا تديك إضاءة في السما. شفت اللون الأخضر التركوازي، أبيض وأزرق، وحطينا عليه شعرة أصفر خفيفة فدتنا اللون ده. والمكان اللي جاي المفتوح ده فيه ضوء شوية أعلى، فنورناه باللون السماوي الخفيف اللي مدي الخضر الخفيف برضو. ومية البحر المهتزة عاملة زجزجة كتير وهزة في المية كتير، ومع الهزة دي خدت ألوان المية الصافية اللي هي واخدة للخضار والزراج الموف، وألوان الصخور برضو اللي فوق دي هتكون برضو لها تأثير في المية من تحت. منظر رائع وتفاصيل رائعة، كل لمسة محتاجين نشوفها. ببص من الصورة اللي معايا وباخد المناطق اللي فيها ظل أو غامق، بحط على طول أول بأول أهو. ده البني عملته بالأحمر والأصفر وشعرة أزرق عليه، فداك البني اللي احنا شايفينه ده. طبعا مبين باليتة الألوان اللي أنا باخد بها المرة دي، عشان نشوف احنا بنعمل ايه. بدي الألوان المبدئية للبحر اهوت، وبعد كده هدي الفاتح، باخد من الأزم الأحمر
دي ظلال الصخور اللي لسه هتتعمل ان شاء الله. رضف المية من تحت مع الزجزجة والهزة بتاعت المية، فبتديك ألوان متداخلة ما بين المية والإضاءة وألوان الصخور. والكهف الشمس ضاربة فيه ومضيء جدا زي ما نشوف، حتى عاكس على نفسه من الداخل بإضاءات رائعة. أنا بحدد الأرض بلون غامق اهوت، ولسه هفتح اللون وأودي بقية الأرض، ولكن سايب أطراف المية باللون الأبيض، لسه محطتش أبيض ولكن سايب مكانه نضيف اهوت، عشان لما نحط الأبيض نحطه بسهولة ويسر، ما يتلحوسش أو ما يتلوثش أو ما ياخدش من الألوان اللي تحت، يفضل بلونه اللي أنا عايزه. وفتحنا اللون الرمل اهوت، اللون الحمصي بالأصفر والأبيض وشعرة أحمر، وإدينا الرملة بتاعتنا كافي مضيء. مش معتم، الإضاءة طبعا ساعة ما بيخش الليل تبقى الكاميرا عايزة تفتح شوية. الرملة لسه هنحط عليها تأثيراتها في عالي وواطي، هنشوف الكلام ده ما نستعجلش. وبعض الحصو والصخور الصغيرة والزلط الصغير هنعمله برضو عليها مع بعض واحدة واحدة، نفتح فيها شوية ونعمل فيها برضو. أصل دي رملة مع بصخور، يعني منطقة صخرية، هنشوف برضو حادة، هنشوفها إن شاء الله، هندي السوق بتاعتها والحدة بتاعتها إن شاء الله دلوقتي. بدأنا نعمل لون الصخور اهوت أزرق وأحمر وشعرة أصفر، وناخد من الزيت. شفت ده زيت اهو اللي أنا كنت فاضي الأول، بحط اهو الزيت اهوت وبحط على الألوان عشان تمشي معانا، وفي نفس الوقت تنشف متفضلش طرية على طول. وبدي الحروف العميقة بتاعت الصخور الأول اهوت، بدي الظلال الأول والأماكن العميقة، خلصها كلها وبعد كده أدي الفاتح واحدة واحدة. اللي فوق ده غامق سقف الكهف اللي احنا فيه، بنسيب له حروف كأنها يعني حروف بارزة شوية، هندي لها بألوان مختلفة تانية، حروف وطبقات فوق طبقات بعضها فوق بعض بالألوان، هنظهر الكلام ده إن شاء الله. بدي الأماكن العميقة أهو، وهرجع تاني أجيب الفاتح وأدي الأماكن العالية فتظهر معانا الصخور بتجاعيدها بالسوق بتاعتها الحادة واحدة واحدة. حدد اماكن الظل اهوت، ولاحظ ان انا كل ما بروح للضوء بدي ظل برضو، بس ظل افتح شويه من الايه، من الظل العميق. المنطقه دي منطقه مضيئه معرضه للضوء، الضوء داخل منها، فانا خليت اللون فاتح ازاي، زودت اصفر وابيض وخليت اللون فاتح. وكل ما اطلع فوق كل ما الالوان بغمجها ازاي، أقلل الأصفر والأبيض وأكتر الأحمر والأزرق.
طبعا الالوان بتاعتنا، الالوان الاساسيه احمر وازرق واصفر وابيض، 4 الوان زي ما اتفقنا. اللي حابب يرجع في فيديو للالوان بالتفصيل ودايره الالوان، وفيديو تاني لتدريب الالوان دي بالتفصيل وانواعها اللي انا بشتغل بيها، اللي حابب يرجع للفيديوهات. عامل فيلمين مخصوص، فيلم للالوان وتدريبها وفيلم لدايرة الألوان، ألوان وتحضيرها زي بحضرها، وفيلم تاني لدايرة الألوان وتدريب الألوان وإزاي بنطلع كل الألوان من الألوان الأربعة بتاعتنا الأساسية، أصفر وأبيض وأحمر وأزرق. بعمل الأماكن المظللة العميقة البعيد عن الضوء أهوت، والحتة المضيئة سبت لها لون فاتح اهوت، وهرجع هفتح عليها تاني. احنا بندي الإضاءة المبدئية، وبدي التأثيرات في المية برضو مع، بستغل ان الفرشة فيها نفس اللون، فبنزل في المية بنفس اللون برضو. شفت وانا نازل بدأت اغمق شوية ازاي، وبعد كده اغمق تاني وارجع فتح تاني. انا بحط ده لكي ابيض، الابيض بتاعنا لكي، والاصفر والاحمر والازرق ده الوان صبغات جي ال سي والكلام ده اتكلمنا عليه زي ما قلنا في فيديو سبق وموجود يعني اللي حابب. بعمل الاضاءة تناهيت ولفة الكف ولفة الصخور الطبيعية واحدة واحدة بالحروف بتاعتها والسوق بتاعتها القاسية الحادة اهو، الأماكن العالية اللي اقتربت من الضوء بنبدأ نفتحها هكذا. طبعا الكف مضيء من جوه من بعض الأماكن، كأن المية عكست على الكهف من الداخل فإدت إضاءة على صخوره وإضاءة بألوان معينة هنشوفها الآخر رائعة، صفار بخضار بالبرتقالي بالبني بتاع الصخور نفسه، تشكيلة ألوان من أروع الألوان اللي ممكن تشوفها عينيك. الأصفر وداخل على البني والبرتقالي، وش عليه بالأحمر الطوبي وشوية بالأزرق، وهنمزج الألوان دي تاني دلوقتي. طبعا اللي أنا بحدده حاليا بالأصفر ده المكان المضيء اللي هو معرض للضوء، الضوء جاي من على اليمين، ارتفعنا لفوق المكان ده اتحجب عنه الضوء فهو غامق شوي. ولسه هنغمق اللي فوق ده اكتر، ولسه هنفتح الفاتح ده اكتر. الغامق ده الاماكن اللي لم تعرض للضوء، الغمق العميق اهوت. بنسيب سوك برضو أو ملفات، شفت بضرب اللون بحط اللون، لازم الزيت، لازم أحط الزيت هنفتح العادي ده تاني، هتبان كأنها رجعت فوق بعضها الآخر وهي راحة اليمين هنا. شوف المكان ده مع انه مظلل ولكن قريب من الضوء، فاداناله الظل بتاعه باللون الموف، اللون الموف اللي مدي للزراج ده، فبديك لون الظل الاخر بعد ما تشوف الاخر مع بعضه رائع اهو، كانه ظل ازاي، ظل واخد يعني طال الضوء
بطريقة بسيطة يعني، بنسبة بسيطة. كل الأماكن اللي طالها الضوء هي في الظل أصلا، ولكن طالها الضوء لأنها قريبة من الضوء فبتاخد اللون الموف اللي مدي للزراك. شفت مع بعضه عامل ازاي؟ أما الأماكن المضيئة باللون الأصفر واللون الأحمر الأصفر اللي مدي البرتقالي والحمصي، الألوان الحرارية دي، الألوان الدافية، بدأنا نظهر رجات الصخور ازاي. احنا ادينا ضربات باللون الغامق، رجعنا فتحنا العالي فدتك زي رجات فوق بعضها. لاحظ معايا واحدة واحدة، وخاصة لما تعيدي الفيديو تاني هتدرك اللي انت ما ادركتوش في المرة الاولانية. طبعا ضي الصخرة نازل في المية اهوت من هنا ومن هنا، لأن المية مزجزجة وفيها يعني هزات كتيرة، بحر وأمواج بتضرب في بعضها، فحتى ضي الصخرة نازل برضو بنفس الإيه الزجزجة وبنفس الهزة وهكذا. شفت المية، مية البحر اللي راح، البحر الأحمر اللي راح الغردقة شرم الشيخ، المية بتكون بالشكل ده. هناك الأرض الصخرية ما فيهاش طينة، فالمية بتكون فيها صفاء عالي جدا، بتاخد الألوان دي الزراج مع الخضار بنفس الشكل ده كده. وبعض الرغاوي بتاعت الأمواج اهيت، والهزة بتاعت المية ما شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بنحدد بعض الأمواج الخفيفة مش عالية، حددتها برضو بتدي لها جسور الظل اهيت، التقاء الشيء بالشيء. وهنتكلم عن 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 الضوء والظل ان شاء الله، والخطوط والمفاهيم الاربعه اللي انا وعدت بيهم ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها باذن الله. جسر بين طبعا الحتة المظلمة الغويطة دي ظلها في المية برضه هو غامق، فتديك الإضاءة بتاعت المية واللمعة بتاعت المية العالية دي تخدع عينيك كأنها مية، لأن أنت بتحاكي اللي العين شايفاه أصلا في الطبيعة. ودي بعض الشروخ الخفيفة في الصخور وبعض التأثيرات العالي والواطي، الحتت اللي مفحورة شوية، الحتت البارزة شوية اللي لها سوكة واللي عميقة، بتبدأ تظهر واحدة واحدة تفاصيل بحر ملوش حدود. بتدي تفاصيلك واحدة واحدة للحد المعقول يعني المقبول وخلاص. الضوء الخفيف اللي انا بديه ده، الضوء ده مستمد من المية نفسها، المية عكست كأنها مراية، عكست ضوء الشمس على الصخور من الداخل، ان احنا يعتبر يعني في الكهف من جوه، او الصخرة دي يعني من هنا والضوء من يم هناك. الضوء ده جاي اصلا من ايه، من المي. وبدأنا نظهر الطوب الصغير والاحجار الصغيرة، بندي الجسر الظل بتاعها، ادينا اللون المبدئي، وجينا التقاء الشيء بالشيء، التقاء الطوبة او الصخرة الصغيرة بالارض، ادينا لها ايه جسر غامق شوية باللون البني الغامق،
ورجعنا ادينا الضوء فوق تاني، فتبان كأنها محطوطة فعلا. لسه هندي لها ظل كمان، بدأنا ندي الظل اهو، ظل خفيف كده على الأرض اهو، تقوم تظهر معانا أكتر. اللون المبدئي ندي جسر للظل ولون الضوء. الحتت اللي على الأرض، احنا قلنا الأرض دي صخرية، فيها حتت حادة هكذا، بنبدأ نظهر فيها اهوت. والمية بتكون مدية اللون ده، اللون التركوازي الخفيف ده، السادة في بعض الأماكن في البحر تلاقيها بنفس اللون ده كده. وطبعا على الشط بتكون المية مرغية مع الهزة بتاعتها، تبقى عاملة رغاوي بيضة كده، والأمواج اللي على بعضها بنظهرها واحدة واحدة. بنعمل بعض التفاصيل أيضا في الصخرة اهوت، وبكده يكون منظرنا انتهى. طبعا عشان تعمل تفاصيل زي كده ممكن تشتغل أكتر من كده في المنظر، ولكن كده الحد المعقول. وكده انتهى منظرنا. أسأل الله تبارك وتعالى إن احنا يعني أن يكرمكم في الدنيا والآخرة، ويا رب نكون استمتعنا مع بعض. وإلى اللقاء في فيلم آخر ومنظر جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.